على ملعب لوسيل تنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي من مونديال قطر، الأرجنتين وكرواتيا. هذه المباراة الثالثة التي تجمع المنتخبين في نهائيات كأس العالم. الفريقان تجاوزا الدور السابق بركلات الترجيح أمام هولندا والبرازيل. وفي حال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، من المحتمل أن نشاهد مباراة أخرى، فكلا الحارسين بارعين في التصدي، وكرواتيا لم تخسر أبدا في تلك الركلات في مشاركاتها بالمونديال. ميسي يريد اللقب الأهم في مسيرته والوحيد الغائب عن إنجازاته. أما الآن وإلا انتهى لفرصة إضافية، ومورديتش قائد كرواتيا يريد تعويض خيبة أمل مونديال روسيا عندما خسر فريقه أمام فرنسا في النهائي. لكن لنكون صريحين، القصة، كل القصة هي ميسي. هل يتوج ميسي في أثمن جائزة على وجه الأرض قبل أن ينهي مسيرته المونديالية؟ نذهب معكم إلى القاهرة حيث سألنا الجماهير عن توقعاتهم لمباريات نصف نهائي المونديال. نتابع. أعتقد أن النهائي هيبقى المغرب والأرجنتين. كلنا كعرب نفسنا المغرب طبعا ياخد البطولة. المغرب عاملة مونديال حلو طبعا، ونتمنى يعني يتعادل النهائي. بإذن الله بإذن الله المغرب هتحمل كأس العالم. يعني هو سيناريو تحسه معروف كده، أصلا المغرب كويسة كل حاجة، بس فرنسا بصراحة تقيلة قوي، مليان لعيبة. أرجنتين أتوقع أنها اللي هتكسب كرواتيا، وأعتقد فرنسا هتكسب المغرب. المغرب هتدافع، بس أتمنى يعني المغرب تكسب، بس هي فرنسا اللي هتكسب. الأرجنتين إن شاء الله. ساعتها لو وصلوا محدش هيزعل مين هيكسب. الاثنين، كل ميسي ياخد المغرب يكسب، كلنا نبقى فرحانين. ما فيش صديق للكرة، مش معروف أي حد يعني، ما ليش صاحب يعني. من الدوحة ينضم إلينا فهد الشهري مراسل صباح العربية. فهد أهلا بك، فهي التحضيرات والاستعدادات لمباراة الأرجنتين كرواتيا. مرحبا، صباح الخير. الاستعدادات على أعلى وتير على أعلى حماس. بالأمس وصلت 4 طائرات أرجنتينية، طبعا هم مو ناقصين اللي هنا، العدد كبير جدا. الجمهور الأرجنتيني الآن الأعلى مع بجانب الجمهور المغربي. طبعا المنطقة اللي أمامنا هنا هي امتدادها منطقة، أكبر منطقة جماهيرية اللي هي سوق واقف. بالأمس كانت مكتظة تماما بالأرجنتينيين، الطريق كله سماوي، الطريق كله أهازيج، كله مجسمات، كله الأغاني والأناشيد الأرجنتينية المعروفة، مهاجمة الكل، مهاجمة أيضا وذكر خروج البرازيلي، تحدي الكروات، يعني الحماس عالي جدا. المشجع الأرجنتيني يحضر هنا لمساندة المنتخبه كما هي عادته من بداية كأس العالم، لا أيضا يحضر بأمل ثاني وحلم آخر لمشاهدة آخر كأس عالم لليونيل ميسي، الأسطورة العالمي والأسطورة الأرجنتيني. المشجع الأرجنتيني يثق في منتخبه كثيرا، يعني المشجع الأرجنتيني جلسنا معاهم كثير نسألهم وش سبب الحضور، هم يعشقون كرة القدم رغم الأزمة أو الضائقة المالية اللي يعيش فيها الأرجنتين والمشجع الأرجنتين، إلا أنهم يحضرون بكثافة بعائلات ويسكنوا لعدة أيام ويشاهدوا المباريات بكل حماس. المشجع الأرجنتيني أيضا يقطع 14,000 كيلومتر، وهي ما يبعد بين الأرجنتين وبين منطقة الخليج العربي بكثافة، لهذا لا تستغربي من تواجد الجمهور الكبير في لوسيل الذي تجاوز 80,000، أغلبه من المشجع الأرجنتينيين يثقون كثيرا في منتخبهم، خصوصا بعد الفوز الكبير في المباراة الماضية والفوز والاكتساح أمام هولندا. هولندا القوي جدا والمنظم جدا بقيادة فان خال. طيب فهد، يعني كمان فقط نضيف بأنه العاهل المغربي الملك محمد السادس أرسل طائرات يومية إلى قطر أيضا لمتابعة مباراة يوم غد التي ستكون بين المغرب وفرنسا. اليوم فهد، بما أننا نتحدث عن منتخبين غير عربيين، أين يقف العرب بين المنتخبين في الدوحة اليوم؟ بالنسبة للأرجنتين وكرواتيا، لا يميل للأرجنتين طبعا أكثر. هناك العديد يعني من حتى من الأصدقاء في السعودية، الأصدقاء أيضا في الكويت، في الإمارات، بيسألوا عن التذاكر من بداية تحديد المباراة، من بداية تحديد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بيسألوا عن طريقة الحصول على التذاكر، هل يوجد تذاكر. فأعتقد أنه المتابع العربي والمتابع الخليجي بالتحديد بيميل طبعا للأرجنتين بشكل أكبر،
طبعا هو يأمل بتكرار أول شيء مشاهدة ميسي وآخر نسخة من ليونيل ميسي، ثانيا بتكرار الإنجاز اللي حصل مع هذا الرجل الراحل الأسطورة العظيم دييغو مارادونا. يريد أن يشاهدوا الكأس مرة أخرى بيد ليونيل ميسي، هذا المشمع الذي وضع هنا للراحل مارادونا، اللي حتى ميسي يعني بعد الفوز الأخير صرح تصريح، يعني هو قد يكون غريب علينا لكن عندهم عادي أنه مارادونا يشاهدنا وتصلنا دعواته، وأتمنى أن يستمر معنا حتى النهائي. إحنا نتمنى إن شاء الله نشوف مستوى الأرجنتين اللي صار مثل النهائي، ونشاهد أيضا كأس عالم أخرى بأيدي الأرجنتين كما حمله دييغو أرماندو مارادونا، وهذا قميصه وهذا آخر قميص لدييغو مارادونا في كأس العالم 86. طبعا نتمنى المنتخب المغربي أكيد العاطفة جياشة ومتجهة للمنتخب المغربي، لكن أيضا الأرجنتين منتخب كبير له جمهور عظيم في كل أنحاء العالم خصوصا في العرب. خلاص عرفناك يا فهد مين تشجع. فهد الشهري مراسل صباح العربية، شكرا جزيلا، فلهم الفوز الأرجنتين. أما الآن فإلى إبراهيم، فلهم الخسارة إن شاء الله. الأرجنتين أنا بتمنى إنه الأضعف يطلع للنهائي ويفوز المغرب على فرنسا، ويعني إن شاء الله يتوجوا. طبعا. ويوم الخميس إذا فازت المغرب طبعا احتفالات وحلويات وكل شيء، كل شيء غدا عليك. وأنا جاي إن شاء الله يوم الخميس. منصف اللي بدك إياه.